بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة الفيديو الثالث عن زراعة الكوسة المتسلقة. هي مش الكوسة المتسلقة، هي الكوسة العادية، ولكن يعني بنتحايل كده وبنحاول نخليها متسلقة أو زيها زي الخيار عشان نحاول نزود الإنتاجية بتاعتنا ونحاول نطول الأمد بتاع الموسم بتاعي يطول شوية، وبالتالي الإنتاج بتاعي يزيد، وكمان كل الثمار ما كانت معلقة على الخيطان دهيا كل ما بقى الكواليتي بتاعها أفضل، وبنقدر نرش كويس وبنقدر نعتني بيها كويس. النهاردة بإذن الله تعالى 20 يوم على الكوسة اللي حضراتكم شايفينها دهيا. في العشرين يوم ده هم قلنا هي مرحلة الإنبات وعدناها، بعد كده مرحلة اللي هي فيما بعد الإنبات والأوراق الحقيقية طلعت، واتكلمنا في فيديو آخر عن الأسمدة البدأة. النهاردة بقى يعني في العشرين يوم ده هم من بعد الخمستاشر يوم، في الخمس أيام اللي فاتوا عملنا إيه؟ في عنصرين، في طبعا كل العناصر مهمة، ولكن في عنصرين المفروض بنحاول نزودهم في الفترة دهية، أو ممكن يكونوا ثلاث عناصر كمان أو خمس ست حاجات اهتم بيهم كويس. رقم واحد، اهتم بالتسميد الكالسيوم. الكالسيوم عشان ما يجيلكش البلوسوم اندروت أو عفن الطرف الزهري اللي هو بتصاب به الكوسة وبيبقى مأثر عليها تأثير كلي وجزئي، لأنه بيختص بمنطقة الثمرة، وطالما الثمرة ما كانتش كويسة إذن فالقيمة التسويقية بتاعتها مش هتكون مظبوطة. يبقى نمرة واحد في الوقت اللي احنا فيه ده هو نهتم بعنصر الكالسيوم كويس جدا، ولو أضفنا الكالسيوم أرضي ممكن كمان نساعد بالكالسيوم بأنه هو يكون كمان ورقي. لو عندي كالسيوم ورقي أو بيستخدم في الرشن على المجموع الخضري، زي في مليون مركب موجود، أنا بصراحة بفضل الميتالوسايد كويس بالنسبة لي، هو الموجود في المملكة عشان برضو ما حدش يقول أنا ما بسوقش لحد، اللي يعجبك اللي موجود عندك رشه تمام. بحاول بحب بصراحة الميتالوسايد كويس، بتالوسايد الكالسيوم وكل العناصر بحبه. بستخدم يا جماعة كل أسبوع، ما انساش أحط مرة عناصر صغرى، عناصر صغرى إما رشن على الأوراق بالكميات اللي موجودة من شركة محترمة، أو إضافتها على طبعا رشن على الأوراق ياريت تكون مخلبة على أحماض أمينية، أو رشن على أو إضافة أرضية. أنا بفضل بصراحة تريد كورب، ودي أفضل المنتجات، من أفضل المنتجات اللي موجودة بصراحة، أنا بستخدمها وبرتاح لها وبتجيب معي نتيجة كويسة، بس بضيفها أرضي طبعا، بضيفهاش ورقي تمام. يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة يا جماعة، بنهتم بالتسميد الفوسفوري. الفوسفوري بالنسبة لي اللي هو عنده أسمدة مركبة، والدول الغنية زي المملكة العربية السعودية ودول الخليج، نستخدم الماب أو تستخدم المركبات اللي هي العالية في الفوسفور، زي المغنوم اللي هو 18-44-0، وزي الماب اللي هو 12-61-0 تمام. طب بالنسبة للجماعة اللي هم عندهم أسمدة أحادية، يمشي حاله بإيه؟ بحمض الفوسفوريك كويس جدا يمشي حاله بيه. ولو أنت أضفت كمان إضافات أرضية كويسة فممكن ما تهتمش، يعني ما تحتاجش التسميد فوسفات كتير تمام. لو أنت أضفت سوبر فوسفات الأول أو أضفت مثلا حاجة زي الداب، فالاستخدام بتاعك بالنسبة لحمض الفوسفوريك أو عنصر الفوسفور هيكون في أضيق الحدود، ممكن تضيفه مرة أو مرتين كل أسبوع. لو أنت بالفدان ممكن تضيف 3 كيلو للفدان مرتين على الأسبوع. لو أنت عندك حاطط في الأرضية الإضافة الأرضية كتير، فممكن مرة واحدة كفاية عليك تمام. ده بالنسبة لي. ما تنساش طبعا المغنيسيوم عشان هو والحديد اللي موجود في العناصر الصغرى اللي حضرتك أضفتها، هما الاثنين هيعملوا لك دوت كويس ويدوك اللون الكويس اللي انت شايفه ده هو تمام. حبيبي ما تنساش كل شوية تفحص، والفحص يكون في المنطقة ده هي، انت تشوف في اي ثاقبة ماصة، في اي
ذبابة بيضة كده تشوف الدنيا فيها ايه. ما تنساش القصة دي كويس، وياريت كل مغربية زي اللي احنا فيها دهيا، ياريت حضرتك ترش رشة حاجة للذبابة البيضة، لأن هي أول حاجة بتتعبني في الكوس، حيث بتعتبر الذبابة البيضة هي الناقل للفيروسات، وبالتالي بتسبب لي خطر كبير جدا 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 على محصول الكوسة. فياريت حضرتك تهتم جدا بالقصة ده هي. طيب نهتم بإيه؟ عندك اللمبضة كويس على الذبابة البيضة، عندك السيهالوسرين، اللي في اللمبضة، وعندك السيبامسرين كويسة برضو، عندنا الأدميرال عشان هو بيعتبر من الحاجات المتخصصة جدا، لأنه بيعتبر مانع انسلاخ بالنسبة للذبابة البيضة، وبالتالي بيحاول يحدلنا منها كويس. في الكونتور حاجة كويسة جدا، أميدا برايد، وفي يعني بص كل اي شيء، اي المسبلان في الاستمبرايد برضو ممكن تدخله مع اي حاجة تانية. المقصود يا جماعة ان انا الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. يعني انت لو كل يوم ويوم عكرت الدنيا اللي انت شايفها دي، مش هتاخد ربع كيلو لمبادة، ربع كيلو لمبادة بخلص القصة ده هي في الوقائي، بيخلص لي القصة اللي انت شايفها دي كلتها. يعني المساحة اللي انت شايفها دي بحالها ربع كيلو لمبادة بيخلصها. ليه ربع كيلو؟ بحطه على كام؟ بحطه على 500 لتر مية مع شوية 20-20 بيديني المفعول السحري. تاني يوم لما بنزل البيت المحمي بلاقي الدنيا غيرت خالص عن اليوم اللي قبله بأمانة، مجرد بس الرشة دهيت. ولو حطيت كمان معاهم 100 سنتي أحماض أمينية يبقى انت كده بطل، بس تكون أحماض أمينية من مصدر كويس جدا. تمام، ده بالنسبة للأسبوع اللي هو من 15 للعشرين يوم اللي احنا مهتمين بيهم. هتسألني تقول لي انت راضي على اللون؟ انا راضي على اللون، وراضي كمان على المجموع الخضري اللي انا مش عايزه بصراحة ربنا يهيج مني قوي، او النبات يبقى عصيري، ولا هيكلفني كتير وممكن يكلفني البيت كله. خلي عندك حكمة في قصة انك انت بتروي ازاي في الفترة دهيا، وخلي عندك حكمة في انك انت بتمسك النبات بتاعك ازاي. تمام، بحيث انك اسس النبات بتاعك كويس، اسس النبات كويس، مجموع الجزر لابد يكون كويس بالاهتمام بالتسميد الفوسفوري، المجموع الخضري لازم يكون نسبة الالياف عالية فيه، ويكون ده مش هيحصل لك إلا في وجود الكالسيوم اللي موجود يكون في الأرض ميسر للنبات. على فكرة أنت ممكن تكون بتحط كالسيوم، ولكن مشاكلك أنك أنت أساسا الكالسيوم ده هو بيتضاد مع عناصر تانية، إما أنك أنت مزود فيها أو أنك خلطته مع حاجة تانية والكالسيوم. يعني أنا بسمع حاجات يعني غريبة جدا، يعني واحد كل يوم يطلع لك يعني إيه، يعني حتى يعني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، يعني دايما يقول لك هخلط الكالسيوم. يعني انت مع أداك انك انت تحط الكالسيوم لوحده سواء رش او اضافة ارضية؟ يا اخي انا بقول لك مليون مرة احنا وصلنا لمراحل تعليم متقدمة، ومع ذلك احنا ما بنحاولش نجازف، وان انا بستخسر العنصر ده هو تفاء اللي انا متأكد منه او ان هو يتخلط بخلطه، اللي انا مش متأكد منه انا ممكن اكلم اي واحد كيميائي. بس قصة الكالسيوم دي بالذات مشكلة مشكلة، فحاول بالله عليك تبعد تخلطه عن اي حاجة، الا اذا كانت حاجة يعني زي الحمض النتريك بقى اللي هو لازم يتخلط معاه، او حاجة من متشابهات بتاعته اللي تقبل الخلط معاه. فحاول تبعد نفسك عن القصة دهيا، وما تعملش نفسك يعني ناصح زيادة عن اللازم، وفي الاخر هتلاقي اي واحد هاوي مش بتاع زراعة يقول لك يا جدع انت هم دول بيفهموا حاجة، ده خدوه على الورق، اخلط يا جدع انت. يلا يا عم اخلط وضاعت فلوسك يا صابر، بالله عليكم. يعني احنا بنعاني بصراحة ربنا من القصة دي، خدناها على ورق خدناها على الورق، بس احنا بنشرح لك من ارض الواقع يعني، وانا معاك من يوم ما زرعت لحد النهاردة، فما تحاولش يعني ايه تضر نفسك زيادة عن اللازم.
ده كان خواطري عن قصة الـ الـ الخمس أيام اللي هم من 15 ل 20 يوم ده. هم على فكرة أنا ممكن أروي بس الصبح خمس دقايق بالنسبة للري برضو، ممكن أروي الصبح خمس دقايق والله، وإذا زادت قوي ممكن تكون 10 دقايق، ما زدش عن كده، ما زدش عن كده، ما زدش عن كده. عينك في وسط راسك على البياض الدقيقي في الكوسة، البياض الدقيقي في الكوسة. حاول رطوبة البيت للرطوبة الأرضية ولا الرطوبة الجوية تعلى منك، اعمل كنترول مع الرش الوقائي بالتلت أو بالنسبة للبياض الدقيقي أو بالتوبسين مع يجيب نتيجة كويسة، أو البايفيدان كويس جدا برضو. حاول تدخل بالحاجات دهيا قبل ما الدنيا ما تبقاش كويسة معاك. والمرض يا جماعة لو دخل في النبات بيبقى فيه صعوبة ان احنا نتعامل معاه، وبحد ان انا استخدم حاجات كتيرة سواء مغذيات او احماض امينية او اذا انتشر المرض بيخليني لازم اتوقف تماما عن ان انا اضيف الحاجات دهية، لان هي بتجيب لي بنتيجة عكسية. بتمنى ان شاء الله الحاجة اللي انا ممكن نسيتها يعني وما انسانيه الا الشيطان، فياريت تفكروني بيها ونتشاور بيها ان شاء الله. وياريت اللي يرسلني يرسلني اكتر على الواتس لان هو سريع وفي ايدي، اما بالنسبة لي القناة بتبقى فيه صعوبة في ان انا افتح على النت واعمل يعني، او ممكن ببصلهاش الا اخر اليوم او كل يومين ولا حاجة. فياريت اللي يرسل على الواتس. اتمنى ان الكوسة تكون عجباكم. واللون الابيض على فكرة ده في الكوسة ما فيهوش ملوش ده صفة وراثية في الصنف نفسه، ما هوش بياض ولا حاجة. بحب أطمنك بس يعني في الحاجات اللي بنتسأل فيها كتيرة دهيت. بشكركم وإلى اللقاء في فيديو آخر. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.